بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. يا أبناء شعب مصر، هذا يوم عيد، يوم عيد للثورة والثوار ولأبناء شعب مصر العظماء الذين صنعوا أروع الثورات في تاريخ هذا العالم. يوم جاء فيه المصريون من كل مكان. أبناء مصر بيننا اليوم، من الريف والحضر، من الصعيد وبحري، من القناة وسيناء، من كل مكان على أرض مصر. فهنيئا هنيئا لثورة 25 من يناير بأبنائها الذين وفدوا وتحملوا مشاق السفر وجاءوا من كل مكان ليؤكدوا على ثوابت الثورة وعلى هذه العظمة التي رسمتها دماء الشهداء، إعاقات المصابين، تضحيات الشباب، كل من قدم مساهمة في هذه الثورة العظيمة يستحق التحية. فتحية للجميع. أيها الإخوة، الثورة لها مطالب، وقد أكد الجميع على هذه المطالب، كل التيارات والفرق والقوى السياسية المختلفة مطالبها متشابهة ومواقفها موحدة. وعلى رأس هذه المطالب الثأر للشهداء، الثأر للشهداء، الثأر للشهداء. لا تهاون، لا تصالح، لا تهاون ولا تصالح في دماء الشهداء الذين ضحوا والذين سقطوا نتيجة الخيانة، خيانة النظام السابق وأركانه الذين أطلقوا الرصاص الغادر على صدور شباب أبرياء رفعوا شعار سلمية سلمية. كل جريمتهم أنهم خرجوا دفاعا عن الوطن، دفاعا عن مصر، لتحرير هذا الوطن من الفساد والاستعباد. نجحت الثورة، نجحت بفضل تضحيات الشهداء الأبرار، نجحت بفضل تضحيات الشباب الشجعان. هؤلاء الشباب الذين تصدوا يوم 2 فبراير 2011 يوم الأربعاء 2 فبراير لموقعة الجمل ولصوص النظام وبلطجية مبارك والعدلي، تصدوا لهم بقلوب شجاعة فقهروهم وانتصروا، وانتصر معهم شعب مصر. أيها الأخوة، أيها الأحبة، يا أبناء مصر، يا شباب مصر، يا شيوخ مصر، يا رجال مصر، يا ثوار مصر، يا سيدات مصر، لنكن جميعا على قلب رجل واحد حتى تحقق ثورتنا ما تبقى لها من أهداف. أهدافنا نبيلة وغاياتنا سامية وشعاراتنا قوية في مواجهة الظلم والظلماء. ميدان التحرير، ميدان التحرير علم البشرية كيف يثور الثوار وكيف تثور الشعوب. هذا الميدان نقطة فاصلة في تاريخ الثورات في العالم. من هنا انطلقت شعلة الثورة، ومن هنا تستمر الثورة حتى تحقق كل أهدافها. تحية في هذه المناسبة الجليلة وفي هذا اليوم العظيم لدماء الشهداء، لأرواح الشهداء، للمصابين، لكل من اعتقلوا، لكل من تعرضوا للعسف والاضطهاد في النظام السابق. تحية لكم جميعا، وتحية لكل الشيوخ ولكل التيارات ولكل من جاء يرفع شعار مصر أولا، الشرعية أولا، وإرادة الشعب فوق كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.